قول لي أسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، هل تتوقع استمراره مع نادي الزمالك بعد البطولة العربية؟ يعني هل البطولة العربية قد تحدد مصير أسوريو مع نادي الزمالك؟ يعني انا مع احترامي للبطوله العربيه، هي دي اللي ممكن تقيم مدرب محتاج ان انت تاخد ثلاث اربع بطولات السنه الجايه، ولا هو بيعد؟ خلي بالك هو ماشي في مسار صحيح من الناحيه الفنيه وتبديل المراكز وتغيير اللعيبه بس عايزه وقت، وعايزه يبقى في تركيز للعيبه اللي هتيجي كمان السنه الجايه. انا بقول لك بقالي ماتشين ثلاثه بتفرج على حاجه جديده، مش واخدين عليها احنا كجماهير، لكن ان شاء الله بفضل الله هتبقى ثمارها قدام، بس عايزه وقت. لكن ما تجيش تقول لي خسر البطوله العربيه او ما خدهاش يمشي، لا كده يبقى في تخلف كروي موجود. احنا عايزين اللي يجي على الاقل سنتين زي بره يا كابتن اسلام، بعد كده انت بتقول له انا عندي مثلا ثلاث اربع بطولات انا عايز كذا منهم، لو ما جبتش مثلا العدد ده يبقى انت خلاص العادي يقول كده. لكن مش عايزين نشتغل بالقطعه، لان احنا انا بتكلم في ناس زمان مش مستحملين بالقطعه، لان عندنا مشاكل تانية كتيرة جدا. عايزين نبدأ مثلا سنة جديدة نعرف نحاسب او نقيم المدرب باللي هيعمله ان شاء الله السنة الجاية. قول لي وحضرتك وحضرتك يعني مدرب كبير وعندك خبرات كبيرة جدا تدريبية، ودربت فريق بلدية المحلة اعتقد فترة من الفترات، كتير وانا عارف طبعا علاقتك بالحاج محمود الشامي ومصطفى الشامي رئيس النادي، وانا مصطفى الشامي هيبقى كمان شوية ضيف معايا في الفقرة الثانية. يعني نصيحتك لفريق بلدية المحلة وانت بخبراتك الفنية خلال الفترة اللي جاية، هل كل اللعيبة تستمر؟ هل يكون في تدعيم في الموسم اللي جاي من صفقات من لاعبين عندهم خبرات في الدوري الممتاز، ولا شايف ايه حضرتك؟ شوف، اولا عايز ابارك له لان انا كلمته، بس انت عارف الفرحه ما ردش. طبعا. وبقول له اهم حاجه يا حاج مصطفى، هو عارف والحاج محمود خبره في اختيار اللعيبه، اتمنى ان تجيبوا لنا لعيبه زي بتاعت 92. لان البلديه باذن الله لو استقر السنه دي وقعد في الممتاز مش هينزل تاني. فعلا. ومعاه مدرب جميل جدا انا بعتز بيه، احمد عبد الرؤوف، ده راجل جميل واخويا. مدرب محترم جدا. جدا جدا جدا، وراجل خلوق وبيعمل باخلاص. طبعا. واتمنى وده اللي هيحصل باذن الله، ان هم هيساعدوه في الاختيارات ويجيبوا ناس تخليهم باقيين في الدوري الممتاز ان شاء الله. كابتن محمد صلاح طبعا النجم الكبير ولاعب الزمالك السابق، بشكرك وعلق على كلام مهم جدا في إطار